السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم المدام، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي نستخدم جهاز باور سبلاي الخاص بأجهزة الكاميرات لشحن بطارية الموتوسيكل أو بطارية السيارة. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن كيفية شحن بطارية الموتوسيكل باستخدام باور سبلاي الخاص بجهاز الكاميرات، ولكن النهاردة استكمال الحديث السابق محتاجين نشحن بطارية سيارة 70 أمبير. زي ما حضرتكم شايفين البطارية دي تعتبر 9 أمبير، شحنت كويس جدا باستخدام باور سبلاي ده، ولكن احنا محتاجين نشحن بطارية سيارة 70 أمبير. طبعا في حالة توصيل مباشر بين الباور سبلاي وبطارية السيارة 70 أمبير بيحصل سحب أمبير عالي جدا من الباور سبلاي. طبعا الباور سبلاي اقصى امبير للسحب زي ما حضراتكم شايفين يعتبر 10 امبير طبعا، وده يعتبر صيني. ممكن لو تم سحب 8 امبير او 7 امبير الجهاز ممكن يضرب، او لو هو جهاز اصلي هيدخل في سيف مود. لمبه البيان الموجوده جنب المقاومه المتغيره هتفصل، لان الجهاز يعتبر دخل في سيف مود، لان الجهاز بحمايه من سحب الامبير العالي، من سحب الفولت العالي، وبه دائرة حماية من لو حصل قفلة، وبه دائرة حماية لو ارتفعت درجة الحرارة الخاصة به. فالجهاز هيفصل لأنه يعتبر تم سحب أمبير زايد أثناء الشحن. احنا محتاجين نحدد تيار الشحن مثلا 5 أمبير، بحيث البطارية حتى لو كانت مثلا فارغة وبطارية مثلا تم بطارية السيارة سحب أمبير عالي، احنا محتاجين نثبت الأمبير حتى لا يتجاوز 5 أمبير. احنا اتكلمنا ان الباور سبلاي ده بيخرج 14 مثلا ونصف فولت، ده الفولت الخارجي. احنا محتاجين نحدد تيار الشحن ل 5 امبير، اقصى تيار للشحن 5 امبير. احنا محتاجين نوصل المقاومه، ده يعتبر الخارج الخاص بالباور سبلاي يعتبر 14.5 فولت. محتاجين نستخدم مقاومه هنوصلها عن طريق التوالي بحيث نحدد تيار الشحن الى 5 امبير. دلوقتي ده يعتبر البطاريه، وجد الطرف الموجب وجد السالب الخاص بالبطارية. فرق الجهد بين البطارية والباور سبلاي، مثلا دي بطارية محتاجة للشحن 12 فولت، يبقى فرق الجهد اللي هيكون على المقاومة 14.5 ناقص 12 هيساوي 2.5 فولت، يبقى الار، يبقى المقاومة الار هتساوي الفولت على الامبير، هيساوي 2.5 على 5 أمبير هيساوي 0.5 أوم. يبقى لتحديد تيار الشحن 5 أمبير هنحتاج مقاومة قيمتها 0.5 أوم. طب دلوقتي احنا محتاجين نعرف القدرة الخاصة بالمقاومة، بحيث لو استخدمنا المقاومة مثلا 0.5 وات أو 1 وات ممكن يحصل لها احتراق، فاحنا محتاجين نعرف القدرة الخاصة بالمقاومة. يبقى المقاومة هتساوي فرق الجهد على طرفين المقاومة اللي هو 2.5 في الأمبير المسحوب هيساوي 12.5 وات. يبقى المقاومة اللي هنستخدمها لا تقل عن 12.5 وات. يبقى المقاومة اللي هنستخدمها هتكون 0.5 أوم 12.5 وات، بحيث نضمن ثبات التيار على 5 أمبير. لو احنا محتاجين نقلل التيار الخاص بالشحن الى مثلا 3 امبير، يبقى هنغير المقاومه زي ما قلنا هتساوي الفولت على التيار، البطاريه هتكون 12 فولت والباور سبلاي هيكون 14.5، فرق الجهد اللي بينهم هيكون 2.5 على 3 هيساوي 9.1، يعني نقول مثلا تقريبا 1 أوم. والوات الخاص بيها هتكون 2.5 في 3 هيساوي 7.5 وات. يبقى لتحديد تيار الشحن 3 امبير هنحتاج مقاومه قيمتها 1 اوم والقدره الخاصه بها لا تقل عن 7.5 وات. ده احنا يعتبر بحيث نستخدم باور سبلاي. ممكن برضه نستخدم الادابتر الخاص بشحن اللابتوب، برضه نفس الفكره، هنستخدم مقاومه لتثبيت تيار الشحن بحيث نضمن عدم دخول الجهاز الى سيف مود او عدم تلف الجهاز او احتراقه. يبقى احنا محتاجين نثبت تيار الشحن، وتقدر تشحن اي بطاريه مع حضرتك سواء كانت بطاريه موتوسيكل بطاريه سياره 70 امبير ممكن برضه تشحنها ما فيش اي مشكله. يبقى احنا كده عملنا تثبيت لشده التيار المسحوب للبطاريه.
زي ما قلنا لحضراتكم ادي يعتبر البطارية. البطارية دلوقتي 12 فولت واتنين من عشرة، تعتبر البطارية تعتبر برضه يعني كويسة. هنشحنها ونشوف شدة التيار المسحوب كام دلوقتي. طبعا في حالة شحن بطارية السيارة زي ما قلنا لحضراتكم لابد من استخدام مقاومة لتحديد تيار الشحن، ادي الطرف الموجب وادي الطرف السالب. الطرف السالب هيوصل معنا البطارية، اما الطرف الموجب هوصل بالمجس الخاص بحيث نعرف كمية التيار المسحوب لأثناء شحن البطارية. وصل الطرف الموجب لطرف الباور سبلاي. التيار المسحوب حاليا يعتبر 500 ملي أمبير، يعتبر نص أمبير لأن دي بطارية موتوسيكل تعتبر صغيرة برضو. أما في حالة شحن البطارية زي ما قلنا لحضراتكم لابد من توصيل مقاومة لتحديد تيار الشحن. يجب مراعاة السلك الخاص بالشحن. في حالة توصيل شحن السيارة لابد من اختيار سلك مناسب، هنختار سلك 2 ملي بحيث نضمن مرور التيار مفيش أي سخونة في الأسلاك وما يحصلش أي مشاكل معاك. زي ما حضراتكم شايفين البطارية بتشحن مفيش أي مشكلة، مفيش أي زنة في الباور سبلاي لأن يعتبر نص أمبير يعتبر المسحوب، مفيش أي مشكلة لأن الباور يتحمل حتى 10 أمبير. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناة كرومدان، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.